أنا مواليد 1957، ولدت في السلط من أبوين سلطيين يعني كمان، وبالتالي نشأنا وترعرعنا في هذه المدينة اللي الكل بيعرف مدى أهمية هذه المدينة ومدى تخريجها لرجالات البلد اللي معظمهم استلموا مواقع متقدمة في هذا البلد الصامت. والله أنا صحيح بحب أوجه رسالة الشكر لزوجتي بالدرجة الأولى يعني، لأنها هي فعلا كانت داعم الأساس إلي يعني، ويمكن لولا وقفتها معاي ما استطعت أني أبني أنا شيء. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور بشير القصير. بداية يسعد مساك. أهلا بكم، مساء الخير يا مرحبا. كلك زو. في البداية تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. ستي أول شيء أهلا وسهلا بكم يعني في السلط الحبيبة وفي مزرعة اللي احنا قاعدين فيها، هذه مزرعة فرنزي. بداية بدي أحكي عن نفسي، أنا يعني أنا من مواليد 1957، ولدت في السلط من أبوين سلطيين يعني كمان، وبالتالي نشأنا وترعرعنا في هذه المدينة اللي الكل بيعرف مدى أهمية هذه المدينة ومدى تخريجها لرجالات البلد اللي معظمهم استلموا مواقع متقدمة في هذا البلد الصامت. يعني درست الابتدائية بداية بعد عمر 6 سنوات أو عندما صار عمري 6 سنوات في مدينة في مدرسة عقبة بن نافع اللي كانت في وسط البلد، واللي الآن تحولت إلى موقع أثري داخل البلد يعني عند بالقرب من المركز الثقافي الموجود داخل السلط. فهذه المدرسة درسنا فيها وكانت تبعد عن منزلي تقريبا حوالي لا يقل عن 3 إلى 4 كيلو. كنا نسير طبعا مشيا على الأقدام حتى نصل لهذه المدرسة منذ نعومة أظفارنا زي ما قلوها يعني، من عمر وإحنا من عمر 6 سنوات. فحتى بذكر الأيام العصيبة اللي كانت تمر يعني، أيام الشتاء القارص وأيام البرد الشديد والأمطار الغزيرة اللي كانت تنزل على البلد. وفعلا يعني ما زلت بذكر ذيك الأيام فعلا بحرقة، قديش كان الواحد يعاني من في ذلك الوقت من صعوبة الحياة وصعوبة البيئة وصعوبة انك تصل الى المدرسة وانت يعني جاف في الملابس على الاقل ما فيها. بالعكس كنا نصل الواحد يعني يرشح ماء زي ما يقولوها، ندخل الغرفة الصفية، غرفة الصفية طبعا غير مدفع، ما فيش لا تدفئة ولا في شيء، بالاضافة الى انه يمكن الاساتذة كانوا يستاءوا من بعض الامور، افتحوا الشبابيك، افتح هذا فوق البرد، برد بزياده. فكنا يعني فعلا نعاني معاناه شديده من هذا البيئه يعني في بذلك الوقت. لكن تحملنا درسنا، وبديش اقول لك يعني انه كنت يعني دائما بذكر انه كانت يعني علاماتي من اعلى العلامات، وكنت دائما احصل يعني يا الاول يا الثاني في صفي الصحيح. فلغايه ما خلصنا الثالث اعدادي قدمنا المترك هناك في نفس المدرسه. من بعد المترك انتقلنا الى مدرسه السلط الثانويه اللي هي المدرسه العريقه اللي الكل بيعرف بها والكل بشيد في مدرسه السلط الثانويه، وخريجي مدرسه السلط الثانويه ومعروفه لدى الجميع حتى دوليا معروفه. يعني ليش لما اقول لك دوليا معروفه يمكن اسرد لك قصه صغيره هيك بعد شويه. ف لما تخرجنا من توجيهي برضو بال 75 تقدم، بتعرفوا في ذاك الوقت لم يكن الا كليه طب في الجامعه الاردنيه.
فكان برغبتنا ان ندرس الطب يعني يعني كانت امنيه. وحتى يمكن انا اسمي بشير محمد، والدي اسمه محمد، وكان عندنا بالسلط طبيب واحد اسمه محمد البشير اللي هو معالي الدكتور محمد البشير اللي سمي مستشفى البشير على اسمه. فكانت امتنا دائما يعني تهذي بهذا الاسم وتقول انه انا بشير محمد لازم اصير دكتور زي محمد البشير. ففعلا من ذلك الوقت يعني انا زرعت بنفسي اني لازم اكون طبيب. صحيح انه كانت بعد توجيهي 50 طالب ياخذوهم بس لهذا من كل المملكه، يعني ما كان نصيب في ذاك الوقت انه نحصل يعني قبول هناك. فتقدمنا يعني بطلبات لجامعات غربيه وجامعات اوروبيه وجامعات، الى انه تم القبول في جامعه رومانيا، وذهبنا للدراسه هناك في رومانيا، وبدانا دراسه اللغه السنه الاولى، وبعديها السنوات الاخيره السنوات كلها يعني كان واحد جاد فيها ومجتهد بحيث انه فعلا يتخرج في الوقت المناسب ويعود لاهله اللي كانوا بحس انهم قاعدين يعني بيختصروا لقمه الاكل يعني عن انفسهم حتى انهم ودوا لك مصروف لك يعني حتى انك تتخرج. فكانت هاي دائما نصب عين الواحد يعني، وما كان الواحد دائما قلق انه كيف بدي انهي دراستي بسرعه وارجع للبلد وارجع اخدم البلد واخدم اهلي وافرح اهلي اللي كانوا يعني في عندهم امنيه انهم يشوفوني طبيب في هذا البلد. فرجعنا ولا خلينا نقول يعني كانوا في ذلك الوقت يعني خلينا نقول حتى السفاره الاردنيه تتابع نتائج الطلبه، فكنت يعني محصل على معدلات كويسه، وكان يودوا لي كتب شكر دائما عن طريق السفاره الاردنيه بهذا بذلك الوقت. ليش بقول لك انه السلط يعني حتى دوليا وعالميا يمكن معروفه، في عندما بدانا السنه التحضيريه كنت اشوف الطلاب اللي سبقوني في السنه الاولى، يعني احنا كنا سنه تحضيريه والطلاب السنه الاولى، طلاب السنه الاولى كانوا يدرسوا الطب، ولكن في مواد بالطب يعني صعب جدا، اذا اجتزتها تعتبر انك بيقولوا لك انت خلصت الطب معناتك، فحتى من السنه الاولى، وهي ماده مثلا على سبيل المثال ماده التشريح اللي كانت صعبه جدا. فانا يعني من ذلك الوقت يعني شفت بعض الاطباء، حتى زميل ان توفى الله يرحمه من الكرك كان يبكي عندما يقرا ماده التشريح. اقول له شو يا زمالك ما انت تقرا طناقة؟ قال يا دكتور بشير والله يعني كانك انت فاهم مش انا فاهم شيء. يعني خوف يعني وتوتر شديد جدا يعني من هذه الماده. يعني المهم يعني ظلت راسخه بذهني. ادرس على ماده التشريح بدي يعني بدي انجح. انا كل يعني وما اترك لاي فرصه لاي واحد من الزملاء اللي كانوا معنا يدرسوا بالسنه ولا هاي بالسنه ولا انه مد ايده على الجثه حتى يشرح وشيء يشتغل بها، الا انا امسك كل شيء بيدي حتى اني استفيد واتعلم. فبالتالي النهاية يعني الاطباء اللي كانوا يدرسونا والاساتذه مساعدين كانوا يعرفوا مدى يعني خلينا نقول يعني خلينا نقول استيعابي للماده وفهمي للماده. بالنهايه يقول دخلنا الامتحان، وعند الامتحان عندما اجينا الساعه 3 تقريبا تمني دخلت على قاعه الامتحان. اول شيء كان في امتحان عملي، بعديها دخلنا على امتحان النظري. امتحان النظري كان شديد جدا يعني، هذا كان تسحب ورقه فيها اسئله وبتروح تجاوب تقعد وبتجاوب. الواحد مش نايم طول الليل مش ماكل، الساعه 3 داخل امتحان، لقيت في بعض الطلاب الزملاء اللي كانوا معي بالجروبز يعني بالهذا اللي قاعدين وبكتبوا مجلدات وبدهم يجاوبوا. انا والله ما كانت شده التوتر عندي والتعب ما لقيت فرصه اني امسك القلم واكتب بيدي، يعني خلص ما عندي نفس. رفعت يدي على الاستاذ طوالي اللي قاعدين قبلي نص ساعه وساعه بكتبوا قاعدين، قال شو بدك؟ قلت لهم بدي اجاوب. طوالي بس قرات الاسئله، قال تعال تفضل. قعدت بدات الجواب بالاسئله، فالاجابه كانت من الحمد لله يعني شبه كامله يعني خلينا نقول، بحيث ان الاستاذ يعني قال لي انت بس انت خربطت بالسؤال هذا. قلت له شو يعني؟ بدل ما احكي عن
خلينا نقول منطقة معينة بالتشريح، حكيت عن منطقة أخرى لأني قرأتها هيك. قال لي أنت سؤالك مش هيك، سؤالك هيك هيك. قلت له طيب خير ما في مشكلة، يعني قال بتاخذ وقتك تفكر بي؟ قلت له لا بجاوبك يا طوالي هسا. كريت له إياه وأنا قاعد. المهم بالأخير أنا بقول شو اسمه، قام سلم علي وحط لي 10 من 10 الامتحان اللي الناس كانت 70% من الطلبة كانوا يرسبوا به هذا الامتحان والله. فقال لي انت من اي مدرسه؟ قلت من السلطنه. قال لي يا بعرف سلط. طلع الزلم بيعرف الاردن، بيعرف السلط، وبيعرف مدرسه السلط الثانويه. فانا استغربت، يعني بقول لك انه كيف انه تتوصل انه فعلا يعني هذه المدرسه فعلا عريقه والكل يدرس عنها والكل يتعلم عنها. فهذه هي القصه اللي حبيت اسردها يعني بما يخص، لا مش بقصد اني اتكلم عن نفسي بقدر ما هو اصل للنقطه هاي اللي احنا كنت حاب اني ابرزها يعني الصحيح. نعم. انه من فضل الله انه البلد يعني معروفه، جامعاتها معروفه، كل مدارسها معروفه، رجالاتها معروفه، كل اللي خشت بها ودي طلعت منها يعني كلها معروف. نعم. فهذه بعديها بدانا حياتنا العمليه، دخلنا لوزاره الصحه وبدانا نتعلم. كانت امنيتي اني اصير طبيب جراح صحيح. كانت هاي الأمنية واختصاصي، حاب إني أختص في هذا المجال، لكن الله يسهل علي كان وقتها معالي الدكتور كامل العجلوني علما بأنه الأطباء الاختصاص وأطباء اللي كانوا في المستشفيات اللي عملت معاهم كلهم وأوصوا وأدوا توصية لوزير الصحة إنه هذا الزلمة يعني بإمكانه إنه يكون طبيب مقيم من اول سنه من ما دخل وهو يتدرب. فاحنا بدنا اياه لاختصاص جراح. فرفض انه قال الا يخدم سنتين بعدين يدخل بالهذا. دخلنا سنتين كبر راسنا مع الناس وصرنا علاقاتنا الاجتماعيه قويه نسينا الاختصاص. بعدين رحنا درسنا بعديها لحقنا الحقوق بالاخير، درسنا اختصاص صحه عامه في جامعه العلوم والتكنولوجيا. وبدأنا نتقدم في مجالات الإدارة في وزارة الصحة. استلمت بال95 مساعد مدير صحة البلقاء، بال2000 استلمت مساعد مدير عام لصحة محافظة البلقاء، وبال2003 كنت مدير لصحة البيئة. ولذلك من هون منطلق باجي اهتمامي أنا في الأمور البيئية ومن ضمنها المياه وما مياه، وهذا أهم شغلي عندي أنه كيف المفروض تكون معقمة، تكون نظيفة، تكون مياه شرب صالحة، ولا حتى مياه البرك والسباحة كانت كلها تحت سيطرتنا وتحت إشرافنا يعني إحنا في وزارة الصحة. فبعديها انتقلت إلى مساعد مدير عام للرعاية الصحية. بال2013 استلمت مدير عام للرعاية الصحية لل2016، ولل2016 استلمت مدير عام التخطيط في وزارة الصحة لل2017 لحين ما تقاعدت. الآن بعمل في مجال العمل التطوعي اللي هو خدمة اللاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظا اللي يعني في المناطق النائية واللي غير قادرين على الوصول للخدمة الصحية. نعمل الآن يعني أعمال تطوعية وخدمات تقدم مجانية لهؤلاء الناس، وفعلا حقيقة أنه هذا يمكن ما أشعرنا بالسعادة أكثر، أنك عندما تعطي أكثر ما أنك لما تأخذ أنت. فهذه المجال يعني كان فعلا يعني بتحس فيه في متعة كبيرة جدا. بس نحكي بالتحديد هون عن مزرعة فرنزي، أنت كيف أجازك فكرة إنشاء هاي المزرعة وكيف اتجهت لهاي القطاع؟ فكرة إنشاء المزرعة أنا صحيح أنه يعني بدي أقوله في بداية، يعني إحنا يعني خلينا نقول أنا واحد من الناس اللي يمكن كنت مكافح شوي. فعندما تخرجت من الجامعة لم يكن لدي لا منزل خاص إلي ولا سيارة خاصة إلي ولا حتى أرض، إنه لم يترك رحمة الوالد حتى أرض يعني إنه وراه إنه حتى إحنا يعني نبدأ التأسيس عليها. فصار الواحد يعني من أول ما اشتغل الواحد بدأ يبني حاله شوي شوي. أول شيء
اتجهنا أن لازم نحصل سيارة، بعدين نتزوج، بعدين بدأنا نفكر بالبيت، يعني اللي خلينا نقول اللي يملك الواحد والملك لله. فبالنهاية يعني قدرنا أنه نشتري الأرض ونبني عليها ونكمل الشغلة هذه. برضو بنفس الوقت كان في عندي طموح أنه يكون في عندي أرض أخرى، يعني اللي أعمل فيها مزرعة هيك، واللي تكون يعني في يوم من الأيام الواحد لما يكون متضايق، يكون يعني ضاقت عليه الدنيا، ضاقت عليه الأرض بما رحبت زي ما قالوا، انه الواحد يلاقي مكان الواحد يروح يتنفس فيه ويقعد فيه ويجلس، حتى انه يشعر في نوع من الراحه وهدوء البال. ففكرت بهذه الشغله، اشتريت بنهايه تقريبا خدمتي بال 2016 اشتريت المنطقه هاي. هون كان في 4 دونمات الي، الدونمين اللي بجنبي هذول هنا، والدونمين هذول اللي انا عامل عليهم مزرعه حاليا. فبعد 2016 ما تقاعدت صار واحد بده يشغل حاله كمان اكثر واكثر، شو بدي اساوي؟ فكنا وزي ما حكيت لكم قبل شويه انه العائله بلشت تكبر، وبدا في عندك احفاد، وبدا في عندك انسباء، يعني هذول كمان يعني زي ابنائك صاروا وكلهم، فصار الواحد يحس انه البيت بدا يمتلئ يعني بشكل كبير جدا، وبده بحاجه الى انه يكون في عنده يعني مكان اللي يتفسح فيه ويرتاحوا فيه ويلعبوا فيه صغار ويلعبوا فيه. ففكرت بتاسيس هذه المزرعه انا على اساس انها مزرعه خاصه انه يعني للبيت فقط، يعني مش فلذلك يعني حاولت جاد يعني وجاهدا بكل ما املك من طاقات سواء يعني ماديه وبشريه اني اجندها كلها فيها ووضعها داخل المزرعه هذه، فبحيث انه يعني في النهايه يعني استطعت اني انشا هذه المزرعه بالتعاون طبعا مع نسيبي اللي كان زوج بنتي مهندس الله يعطيه العافيه ويجزيه خير، يعني هو الان يعمل برضه في خارج الاردن في قوات حفظ السلام مع القوات المسلحه. ففعلا صممنا هالمزرعه هذه وبدانا نعمل فيها شوي شوي على اساس انه تكون متنفس لنا لاهل البيت يعني وهالناس الاحبه والاحباب اللي فعملناها. واول افتتاح لها كان في شهر 5 السنه الماضيه، وكأول يوم افتتحناها فيه كانت فيها حفلة لبنتي، آخر بنت عندي خطبة، افتتحناها هنا عملنا لها حفلة، وكانت يعني من أمتع ما يكون، وفعلا حس الواحد أنه بدأ يعني يقدم شغلات فيها نوع من الرفاهية لهالبيت ولهالناس اللي تعبوا معاك وشقوا معاك طول هالعمر طول هالوقت يعني. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ ستي أول شيء إحنا ربنا يطول بعمره صاحب الجلالة، وإحنا سعيدين جدا إنه يقود هذه المسيرة، وإحنا بنقول دائما صحة ويطيل بعمره حتى إنه يبقى على رأس هذا البلد ويقود هذا البلد إن شاء الله إلى بر الأمان. إحنا البلد يعني بحاجة، البلد يعني بدها رجالاتها يوقفوا معها الصحيح، زي ما أنتم شايفين يعني الآن البلد هذا يعني يعني طبعا هو بقيادته بكل ما يملك من شعب من قيادة من وطن، كلهم بيحبوا إنهم يستقبلوا ويكونوا بابهم مفتوح للناس اللي محتاجين والناس اللي يلجؤوا لهم يعني وقت الشدة. فالبلد هذا تحمل كثير وما زال يتحمل، وبالتالي يعني أعتقد والناس بدأت الآن للأسف إنه كثير من الدول اللي كانت داعم بدأت تسحب دعمها، وصارت صفت بلدها هنا يعني على إمكانياتها الشخصية، واللي يعني هي يدوب قادرة أنها توفر الخدمات لأهلها ولا مواطنينها. فإحنا يعني هاي بدها وقفة وبدها عزيمة وبدها يعني خلينا نقول دعم
للقيادة حتى أنها ظلها مستمرة في العطاء تبعها. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ يا ستي والله أنا صحيح بحب أوجه رسالة شكر لزوجتي بالدرجة الأولى، يعني لأنها هي فعلا كانت داعم الأساس إلي يعني، ويمكن لولا وقفتها معايا ما استطعت اني ابني انا شيء. صحيح زي ما بقول المثل الرجل جنه والمراه بنا، فانا بقول فعلا زوجتي هي اللي ساعدت في عمليه البناء وهي اللي ساعدت في توفر لي الراحه النفسيه حتى اني انا استطعت اني ارتقي في سواء كان في مجالي العملي او الوظيفي أو في مجال الإنجاز والنتائج اللي إحنا قاعدين نشوفها على أرض الواقع. شكراً لك. شكراً لكم. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن أشكر الدكتور بشير على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجدداً، ورشاستنا يسعد مساك وشكراً لك. الله خليك يا ميت، أهلا وسهلا بيك وشكراً لكم، شكراً لجهودكم الجبارة اللي انتوا فعلا يعني حقيقة من يوصل صوت الناس ومن ينقل أخبار البلد وهموم البلد يعني، وبالتالي يعني إذا يعني خلينا نقول الناس المثليكم ما اندعموا ما مشوا يعني بخطوات أمامية لقدام يعني إذا كان البلد بتوقف يعني، فهي البركة فيكم وفي الشباب ونأمل إن شاء الله لكم كل التوفيق وكل النجاح في أدائكم وفي عملكم. شكراً لك. الله يخليك.